اول كلمه بتقفل معاك اول ما تبص في المرايه وانت صاحي بتقولي صباح الفل، ليه الجمال ده؟ ايه القرف ده؟ الجمال اللي انا فيه ده يا لهوي عليا. ايه الاشكال دي؟ انا ايه اللي جابني مصر اصلا؟ مرايه. ايه الجمال ده؟ انا وحش. وحش، بقول انا وحش، عايز اغير شكلي. بقول مين ده بس كده؟ معرفوش انا الشكل. غريب عليا، اول مره اشوفه. مين اللي بني ادم ده كده؟ القمر ده يا اخواتي. ايه القمر ده؟ اقسم بالله. انا محجبه، فلما بقف قدام المرايه ببقى بشعري، فاول حاجه بتيجي في بالي انا لو نزلت كده هبقى جامده جدا. تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعمريهم ولا تجمري. نظام ايه؟ شوق ولا تدوق؟ ها الحلاوه اللي انا فيها دي. انا اجمل بنت في مصر اصلا. وانت ردك على كلام؟ لا، هي بصراحة ضحكتها جامدة، بس غير كده ما الله أكبر عليا. ايه نفسك؟ الله أكبر عليا. ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ونفسي أكون أجمل واحد. بحتاج وقت لغاية لما أبقى أنا، يعني لغاية لما أرجع أبقى أنا. مش أنا كده. لغاية لما أعرف نفسي يعني. ممكن أقعد مثلا حوالي نص ساعة. أنا مش عارفني، أنا بتودي من، أنا مش أنا. يعني الحمد لله، بحمد ربنا وشكرا قوي. بقول الحمد لله على النعمه اللي انا فيها. الحمد لله. بوريك بقول الحمد لله. الحمد لله. انتوا حمدين ربنا؟ طب دعوه حلوه هنا في السماء كده. يا رب يكرمك يا رب. اسمك ايه الاول؟ مصطفى. بص يا درش، شايف انت هتبص في السيلفي كده؟ شايف نفسك؟ اول ما تبص في المرايه في السيلفي كده، او كده اهو، بتقول ايه لنفسك؟ يعني اول ما تبص في المرايه كده في السيلفي تقول نفسي ابقى ايه يعني؟ لا، انت بتقول ايه على نفسك؟ شايف نفسك ايه؟ شايف نفسك في دماغك وانت شايف نفسك كده، او شايف البني ادم ده؟ ايوه. او التيشيرت شايفه ده؟ هو ده. ايوه. انت بتقول له ايه اول ما تشوفه بقى؟ يعني بص لنفسك كده. تقول ايه لنفسك؟ بقول على نفسي يعني ازاي، من ناحيه ايه؟ يعني اول ما تبص في المرايه ايه الكلمه اللي بتيجي في دماغك تقولها لنفسك؟ بقولها مش عارف ازاي. تعبتني يا عم. دي مرايه. ايوه. دي ايه؟ مرايه. قول ورايا، دي ايه؟ مرايه. انت بص في المرايه اهو، شايف مين في المرايه؟ شايف انا نفسي. شايف نفسك. ايوه. بتقول ايه لنفسك بقى وانت بص في المرايه؟ ايه؟ بقول اسمه ده، انا شخصيه محترمه كده يعني، ونفسي اطلع حاجه حلوه كده يعني. ماشي، عشان ارضى ابويا وامي كده يعني. الله يعينك حبيبه. صح. طب محمود فارس لما يبص في المرايه اول كلمه بيقولها لنفسه ايه؟ صباح الخير. انا بصحى من النوم واول حاجه ابص في المرايه صباح الخير. صباح الخير يا حاج خيري. حاجه فارس، لانه بعد ساعه من الصحيان بتبقى اللي انت رايح. بتصبح على خيري ولا بتصبح على محمود فارس الاول؟ فارس نسيت خيري، يعني خيري خلاص. نكست، بنسى اللي اتصور، عشان عندي بعديه مشهد تاني او يوم تاني او شخصيه تانيه، لانه كنت بصحى انام خيري اصحى هشام، انام غريب اصحى علاء الدين، انام علاء الدين اصحى عوض بتاع السري، انام عوض اصحى فواز بتاع افراح ابليس صعيدي، عارف اللي هو انتوا مين؟